عودة لمتابعة صباح لبنان، تحية لكل الأشخاص يلي هلأ انضموا لصبحيتنا وين ما كنتم مشاهدينا وشو ما كنتم عم تعملوا، ترفقوا معنا لأنه بهالفترة رح نكون عم مثل العادة عم نفلفش بصباح صفحات صباح لبنان لحتى نكون بقدر المستطاع نعطيكم معلومات تكون عم تفيدكم ونكون عم نتسلى بها الصبحية سوا مثل العادة. أكيد البداية قطار الحلقة بينطلق مع أولى الفقرات اللي من خلالها رح نسلط الضوء على قمرين وأيس. مين؟ كيف؟ ليش؟ تفاصيل؟ أكيد كنا موجودين بإيفنتس هن من إمضاءهم، أكيد كنا موجودين بحفلات، أكيد كنا موجودين ببيج إيفنتس كنا من خلالهم هيك عم نستمتع ومش عارفين مين السر وراء هالفرحة اللي كنا عم نعيشها. هلا رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع ومواضيع أخرى ضمن الفقرة الأولى. ضيفتي بالاستوديو ناتالي رحال، مدير عام شركتي قمرين وايس. صباح الخير. اهلين، اهلا وسهلا فيك بصباح لبنان. ثانك يو ناتالي. انت معنا اليوم لحتى نحكي تحديدا عن قمرين وعن ايس. اول شيء يعطيكم الف عافيه للمجهود يلي حلو عم تعطوه بهالعالم، عالم الايفنت، عالم الكوربوريت، الفستيفلز، الاعراس. رح نكون عم نحكي بها الإطار بداية هيك، خليني أفصل شوي، خليني أبدأ بالحديث عن قمرين. نعم. يلي هي شركة مخصصة للأعراس. مزبوط. وأدي لبنان يعني معروف بها المجال، يعني كتار من الناس بيجوا على لبنان لحتى يعملوا أعراسهم هون أو حتى بيطلبوكم لخارج لبنان لحتى تكونوا عم تهتموا بأداء التفاصيل. كيف بلشت قمرين؟ قمرين كانت حلم أنا عندي من فترة، من تقريبا 15 سنة. نعم. وبلشنا من نهار لتاني بإكيب صغيرة بتطلع بأفكار وبتساعد هالعرسين تا ينظموا عرسهم، وصارت مع التطورات كمان تكبر هالشركة وفريق العمل يكبر لحد ما صرنا اليوم فريق عمل كتير كبير مكون من مبدعين، من ناس بيرسموا 3D، بيشتغلوا على أفكار جديدة، أفكار ما تكون خارج عن المألوف، إن كان من ناحية الديكار، إن كان من ناحية إطلالة العروس، كيف هي دخلتها، شو بده يكون بخلال هالنهار الكتير مهم لإلها، وكل توابعه من تنظيم، من مساعدة لكل شيء تابع من الأكل لللايتينج، للإضاءة، للصوت، للموسيقى، للفنانين، لكل الديكور. وأكيد من بلد لبلد بيفرق على حسب كل بلد أو كل منطقة شو الكالتشر أو شو التراديشنز يلي بتكون. نعم. بهيدا البلد لفتني شغلة إنه قمرين The Wedding Lab، هاللابراتوري اللي عم نحكي عنه بقمرين، يعني قد اليوم الكونسبتس تبع الويدنجز والأعراس العالم يعني بيطلبوا أفكار إنوفيتيف، أفكار مش موجودة، أفكار صعبة ولكن مش مستحيلة. كيف تتعاطوا مع هيك الأفكار يلي انتم بتكونوا اوقات طارحينها، واوقات بيجي الكلاينت لعندكم بقول لكم انه عبالي اني احكي عن هذا الموضوع بعرسي او اطرح فكره معينه، كيف تتعاطوا مع الافكار عاده؟ نحن كثير بنحب وقتها العرسين بيعطونا مجال انه نبدع، نبدع بافكارنا، انه نطلع باشياء تكون شوي اذا بدك دايرنج مثل ما بيقولوا، انه تو جو ستيب فيرذر. بنفضل دائما انه نعمل شيء غير، كل عرس عنده رونقه، كل عرس عنده طابعه الخاص، كل عرس لازم يشبه العرسين، يعني ما فينا نعمل لكل عروس نفس الشيء لأنه كل شخص عنده شخصيته. صحيح. وعنده المكان يلي عم يعمل فيه العرس أو الفرح. وهيدا الشيء كمان بيتطبق أنه على كل إيفنمون، على كل حفلة تكون totally different، يكون عندها رونقها الخاص ويكون عندها ديكارها الخاص. وأكيد أكيد كتير مهم أنه قد ما العرسين بيعطونا مجال أنه نحن نجن بأفكارنا، نحن مستعدين. ومثل ما حضرتك قلت هالويدينج لاب بالنسبة إلنا هو مثل مختبر عم بيشتغل فيه كذا
اكيب كذا ديبارتمنت، يعني عندك الناس يلي بيطلعوا بالافكار ويلي بيرسمون، عندك الناس يلي بينفذون على الارض، عندك الناس اللي بيهتموا بالتنظيم، عندك الناس يلي بيهتموا بكل شيء، الفنانين. سو كل هالفرق العمل يلي بتشتغل سوا بتحط ايدها سوا هي تطلع بالاخر يلي نحن بنسميه ان بيجو، جوهره يلي هو هيدا نهار الفرح يلي نحن بنحب انه دائما يكون اعلى واهم من توقعات كل عروس. صحيح. على الحال عم نتشارك مع المشاهدين ببعض هيك لقطات من شو قمرين ممكن تعيشهم باي حلم، باي فيري تيل، باي هيك قصه ممكن هن يكتبوها، لانه دائما خاصه بالزفاف يعني النجوم بيكونوا العروس والعريس، يعني مزبوط. هلا كمان رهجه العروس يمكن كانت تكون قبل اكثر، اليوم كمان صار في تشديد على العريس يلي صار ايكولي يعني مثل العروس، هيك عنده افكاره وعنده الدخول تبعه وعنده كل التفاصيل يلي عباله يركز عليها. اكيد لنبدا يعني بتحضير العرس لازم اكيد يحجزوا ويتواصلوا معكم قبل بوقت، لانه بعرف سكادجول تبعكم باكت واسم الله عليكم ما عم بتلحقوا، ولكن الواحد اذا باي ستيبس بدنا نمشي يعني شو هيك الخطوات يلي لازم الواحد يتبعها؟ الو ناتالي امارين، شو لازم نعمل؟ كيف هيك جرادجولي بتصير تتطور الامور بالتحضيرات؟ هو اكيد نحن كل ما كان عندنا وقت اكثر قبل نهار الفرح تنشتغل عليه، كل ما العرسين كانوا مرتاحين وكل ما قدرنا نحن اخذنا وقتنا بالبارتي الاولانيه اللي هي كثير مهمه اللي هي بارتي الابداع الكرييشن اوف ذا ايديا. ومن وقت ما العرسين بيتصلوا فينا نحن بنبلش نشتغل بثلاث مراحل، يلي هي مرحله الفكره الاساسيه مع اكيد بتكون معلقه بالمطرح حسب وين الفرح بده يكون، حسب الديت اذا اندور اوت دور، اذا صيفيه اذا شتويه، واكيد شو متطلبات العرسين، شو حابين، اذا في فكره معينه في ثيم معين بدهم انه نمشي عليه، والا نحن نقترح على حسب بنحس شو الكاركتر، شو نفسيه العرسين، شو هن اللي بحبوا، شو بيشبهون. هيدي بتكون اول فيز. تاني مرحلة اللي هي مرحلة الاكزيكيوشن، وين منبلش نحنا نشتغل ونحضر لهالنهار للتنفيذ يلي هو التنظيم خلال الأشهر يلي بتسبق الفرح. وثيرد فيز اللي هي نهار الايفنت، نهار العرس، نهار الفرح، يلي من خلاله بيتطوش كل هالشغل خلال الأشهر يلي أي مرحلة هي الأصعب؟ ليك ما في مرحلة أصعب من مرحلة، هني كلهم حلوين، بس هني المنيح المهم وقت العرسين بيجوا بقرروا تينقوا حدا يساعدهم ويدنج بلانر، يكون شركة بروفيشنال عندها اكسبيرينس وعندها التيم يلي لازم تيقوم بهالشغلة. أكيد أكيد أنا في أكد لك إنه العرسين 90% من الستريس يلي بيعيشوه قبل العرس بيروح، لانه بيكون في حدا عم بيشيل عنهم الاشياء اليوميه، بيكون في حدا موجود هون تيحل كل شيء معقول يطلع اللي بنسميه نحن لاست مينت بروبلمز، في شركه موجوده تتقول لهم شو الافكار الجديده، شو التمات يلي دارج السنه، شو الستيل يلي مش انه ينعمل العرس مثل سنه الماضيه او اللي قبلها او الخمس سنين اللي قطعوا، شو الترندز، شو المكان، الاماكن الجديده يلي بيقدروا العرسين من خلالها ينقوا وين بحبوا يعملوا الفرح. نتالي بالحديث عن الترندز اللي عم تحكي عنهم بالاشياء الانوفيتيف، بالاشياء الجديده يلي دائما متجدده عندكم، بدي احكي شوي عن الثيم يلي هو يعنى باللايتنج، بالانترتينمنت مثل ما قلتي، بالكيترينج، بكل تفاصيل العرس. هون كيف التيم يعني انت بتحرص انه يشتغل على حاله، يتطور، يتقدم، يعمل ريسيرش تبعه، يشارك يمكن ببلاتفورمز خارج لبنان او بلبنان لحتى يكون عم بيجيب هالافكار، واوقات يمكن مش كل الافكار يلي بتنطرح بتكون على قياس لبنان، على قياس التراديشنز عنا، لانه كمان في عنا دي تراديشن ودي كوتوم، يعني عنا هون معتقدات وعنا هيك اشياء متوارثينا محافظين عليها، كيف بتخلطوا بين الاشياء يلي باقيه من قبل والاشياء الجديده يلي بتضيفوها على هيك فكره العرس؟ هلا كثير مهم مثل ما حضرتك قلت انه فريق العمل يكون دائما اب تو ديت على كل شيء عم بيصير، يكون متواجد بمعارض خارج لبنان، يكون يعرف شو عم بيصير قبل بالتسعة اشهر وسنه من الترند يلي جاي. كثير مهم كمان انه دائما التجديد، يعني نحن عندنا
فريق عمل متكامل موجود على طول، موظفين 100% من الوقت، ودايما عنا ناس اللي وقتها عنا ايفنتس كبار بيجوا بيشتغلوا معنا، يلي هن اليونج كمان يلي بيعطوا الادد فاليو على كل ايفنت. هلا كتير مهم انه كل حفله بده ينشغل عليها يتاخد بعين الاعتبار المكان والبلد اللي موجودين فيه. يعني الأعراس بلبنان مش مثل الأعراس بالسعودية أو صحيح. بالإمارات أو غيرها. في عندك traditions وين العروس بده ينعمل لها كوشة، بده ينعمل لها جلسة، بده ينعمل لها بروجرام معين، بغير إذا بدك traditions عندك لا، عندك الكنيسة، عندك الإكليل، بيرجع عندك العشاء أو الكوكتيل. يعني كل هولي التقسيم بيفرق بين بلد حسب وبلد وبين معتقدات والبيليفز تبع كل شخص عم يعمل مظبوط عرسه. ومظبوط. ونحن بوجودنا بلبنان وبالرياض وبالدوحة عم نقدر نخدم كل المنطقة، إن كان من ناحية الخليج كله وإن كان من ناحية لبنان، وحتى عم نعمل أعراس بأوروبا. يعني هلأ صارت دارجة إنه كتير من اللبنانية بحبوا يعملوا أعراسهم أو بفينيس أو بفلورنس صحيح، أو بدي ب اقول لك يعني يمكن التوجه بكون ايطاليا اول شيء. صعب انه الواحد ما يكون عم يشتغل بملعبه، يعني وقتها اجي لعندكم اقول لكم بدي عرسي مثلا بايطاليا، اكون انا مثلا مسافر مره وشايف لوكيشن معينه او شابيل معينه او حتى فانيو انا بدي اعمل عرسي فيها، صعب عليكم اصعب انكم تتواصلوا وتحضروا، ولكن قد ايه ممتع بنفس الوقت. ليك اصعب؟ مش كتير اصعب. نحن صرنا انه صرنا فتره بالسوق، صرنا زمان 15 سنه وعندنا الكونكشنز يلي لازمه، واوريدي يعني قليل كتير البلدان يلي نحن مش شغالين فيها. سو اكيد دائما اذا عم تشتغل ببلد لاول مره بتحس انه مش هين مثل ما مطرح اوريدي انت برودكشن وايز، ايه يعني الواحد برودكشن بحس وايز. حاله انه بده الكي بيبل حواليه. مزبوط. بس نحن بالضبط. بما انه اوريدي صرنا شغالين تقريبا بكتير من البلدان، ان كان باوروبا وكل البلدان بالخليج، يعني نحن بالعكس، نحن وقت العروس حابه تظهر لبرا ولا حابه تعمل فرحه بحيالها بلد بالخليج او باوروبا، هي اريح لها انه تشتغل مع شركه عندها الخبره الكافيه وشاغله بهيدي صحيح. البلدين، تا كمان هي تقدر تريح حالها من هالموضوع. لكل الاشخاص يلي عم يسمعونا وعم ببلشوا يحضروا الاعراس، يمكن لانه كل الاشخاص وبلاتفورمز الاعراس بلشت تحضر هلا على ابواب سبرينغ والصيفيه، لانه العالم يمكن اوقات بتهرب من فصل الشتاء، كيف فيهم يتواصلوا مع قمرين؟ نحن مكاتبنا بلبنان هلا حاليا بنهر الكلب بدبي، بيقدروا يتصلوا فينا او على تليفوناتنا او على الارقام الشركه. الارقام اذا فينا نذكرهم 03 220 200 و09 226 983 او 4 او 5. وقمرين تيم ردي لحتى يكون هيك عم بعيشهم الفيري تيل تبعهم، لانه اكيد قد الواحد بحضر لعرسه لانه هو كله نهار و it happens fast، يعني بيمرق كثير بسرعه، فلازم يكون كل شيء بيرفكت. وكيف اذا كان السيجنتشر قمرين ولازم يكون يعبر عن احلام هالعرسين. صحيح. هيدي كثير مهمه، انا كثير بشدد عليها لانه كثير مهم. العروس بتكون حاطه فكره براسها من هي وعم تكبر انه شو اللي حابه او كيف هي شايفه او كيف هي بتتخيل هالنهار يكون، ونحن بناكد لها انه قد ايه كانوا توقعاتها رح تتخطى كل هالتوقعات من خلال وتصير رياليتي أمارين. على كل حال. أكيد. إذا بدي أحكي عن الشيء الآخر كمان يلي أنتو بايونيرز فيه، شركة آيس. نعم. يلي هي سيستر كومباني لأمارين. أمارين. يعني مين منا ما استمتع بوجود البابا بلبنان وحكي عن التنظيم يلي كان موجود، مين منا ما توجه لمهرجانات جوني وقال فعلا انه بين كل المهرجانات يلي عمرها اقدم من هالمهرجان كان فعلا التنظيم بجنن، وكمان فيستيفلز وامور كثيره. هالشركه يلي كمان كوربوريت تعنى بكل شيء خاصه بالشركات. نعم. ايس فكرتها تكونت من بعد قمرين او قبل قمرين؟ هي بلشت الفكره بقمرين وبس اتطورت وكبرت قمرين، صار لاحظنا انه خلقنا مثل ديماند لكل شيء اسمه ايفنتس بلبنان، لانه بسنه 2000 ما كان الشركات
او الاعراس او غيرها بتحس بهال انه يعوزوا انه حدا يجي يشتغل لهم عرسهم او الايفنت تبعهم. ومن خلال من بعد امرين بكذا سنه اكتشفنا نحن انه في كتير شركات يلي بحبوا يعملوا العشوات السنويه تبعهم، يلي بحبوا يطلقوا نيو برودكت، يعملوا لونشينج، ان كان معارض سيارات، ان كان سياره جديده بدها تنزل، او ان كان شركه عم تعمل الانيوال دينر تبعها، او بدهم ينزلوا بمعرض كبير انترناشونال او غيره. اكتشفنا انه هيدا الشق من الايفنتس كمان في عليه ديماند كتير كبير. قبل حتى اعطيك لهم للمشاهدين انه كنا عم نترافق مع صور يعني العلاقه بالايفنتات يلي سبق وذكرتها، وهي وصول البابا على لبنان مؤخرا من كم سنه لورا، كمان من بعدها شفنا السيده ماجده رومي بمهرجانات جونيا الدوليه. مزبوط. وعدد كبير كمان رح نترافق فيه بالصور. يعني هالايفنتس يلي عم تحكي عنهم هالقد متنوعه وهالقد يمكن كمان البلاتفورم تبعها فرايد، كمان في افكار هون، كمان في وقت، كمان في اذا بدك هيك اكيرسي بالتيم، لانه عم تشتغلي كمان مع ماس هون، ما عم تشتغلي مع شخصين وثلاثه عم يحضروا لعرس يمكن معروف جاي عليه يمكن 2000 4000 5000 او العدد يلي هو هون، عم تحكي مع ايفنتات اوبن ايفنتس. اصعب انكم تتعاملوا مع هالنوع من الايفنتات لانه عم تضبطوا جمهور ما بتعرفوا كيف ممكن التعاطي يصير معه؟ ليك مش قصة أصعب، قصة الأبروتش تبعها بطريقة ديفرنت. يعني الفريق العمل يلي بيشتغل على الأعراس هو غير فريق عمل يلي بيشتغل على كل شيء كوربوريت. كل شيء كوربوريت وفيستيفلز بدك تشتغل كتير تكنيك، بدك تشتغل كتير تكنولوجيز جديدة. يعني نحن معروفين من الشركات يلي منحب دايما كل شيء تكنولوجي جديدة بتنزل بأوروبا، نحن من أول شركات يلي منستعملها ومنجيبها ومننفذها إن كان بلبنان أو بدول الخليج، من ناحية الهولوغرام، من ناحية الفوكس سكرينز، من ناحية التاتش سكرينز، من ناحية كل شغلة اجت على لبنان نيو تكنولوجي نحن دغري دخلناها بالايفنتس اكزاكتلي بالايفنتس وبالكوربوريت ايفنتس بالتحديد. هلا بالكوربوريت ايفنتس وبالفستيفلز الشغله اللي كثير مهمه هي انه العالم بيشوفوا بروحوا على كونسرت، بيشوفوا هالفنان، بيشوفوا هالسهره الرائعه، ما بيعرفوا مثل ما حضرتك قلت هذيك الساعه ورا الكواليس قديش تحضير لكونسرت مثل كونسرت ايماجين دراجون سنه الماضيه اللي جاب اكثر من 9000 شخص على جوني. حضرتك كنت موجود انا بيت حد الكونسرت بالكونسرت بقى بتقدر تشوف شوي انه دقه التنظيم، ان كان من ناحيه ديكور على المسرح، ان كان من ناحيه استقبال استقطاب هال 9000 شخص بمنطقه مثل جونه يلي فيها باركينجات كتير متيشره شوي وين ما كان. التنظيم ببلش من هون، من ناحيه كل شيء اضاءه وصوت وكل شيء تكنيكال يلي بنستعمله لادق التفاصيل. انا فيي اقول بكل فخر انه هال 9000 شخص يلي بيجوا على الكونسرت الساعة 8 بفلوا بس يخلص الكونسرت بعشر دقايق من دون ما حدا ولا ينطر ولا يصير في عجقة ولا يصير في مشاكل، بالإضافة إلى التقنية العالية يلي عم بيحضروا فيها الكونسرت، إن كان من ناحية الصوت، إن كان من ناحية الفيجوال، إن كان من ناحية الديكار يلي عم بينعمل والى اخره. هون بدي اسالك يعني بالحديث عن بما انه عم نحكي عن فيستيفلز وعن كوربوريت ايفنتس، يعني عم تقولي ديكور اضاءه كله ان هاوس عندكم او بتتعاملوا مع شركات يعني ممكن يكون عندها مقومات تكنولوجيه يمكن انتم حابين تكون موجوده ولكن بتتعاملوا معهم او كل شيء ان هاوس؟ لا نحن عندنا بارت كبير 90% بنعمل ان هاوس، بس كل شيء تكنيك وتكنولوجي واضاءه وصوت لا نحن بنتعامل، عندنا ناس بنتعامل معهم صلنا فتره طويله وهن بروفيشنالز وعندهم اسمهم بالسوق، بنتعامل معهم تنضلنا مثل ما حضرتك قلت اب تو ديت، يعني دائما اجدى مكانات، دائما اجدى تكنولوجيز عم تستعمل بكل الحفلات. اليوم هيك في ايفنتات قريبه عم تبلشوا تحضروا لها او اكيد هلا السنه ان الله راد السنه رح تكون سنه كلها خير وبركه مثل ما بيقولوا بالايفنتس.
عم نشتغل على كذا مهرجان، أكيد مهرجانات جوني يلي مثل كل سنة نحن عم نهتم فيها، بالإضافة إلى كذا مهرجان عم بيتحضر لهم بمناطق عدة، تحمسوا المناطق كلها إنه تقوم بأشياء جديدة، إن كان من ناحية الجبل أو إن كان من ناحية الساحل. عم بيتحضر صحيح، كمان بكرة بنبقى بنحطكم بالجو اكيد بكل الحل هذا المستجدات. بينعش الاقتصاد والسياحه بلبنان وبيعطي نبض حتى يضل قلب لبنان مش بس بعيد الحب، كمان بكل السنه يكون عم ينبض معكم ايفنتس حياه مثل ما انتم بتحبوا، والاهم من هيك انه وقتها يكون الايفنت ممضي من قمرين او من ايس، يعني بيرفكشن، يعني كل شيء تمام، وهذا واقع على كل حال على الارض، كل الاشخاص لمسوه دايركتلي او اندايركتلي بوجودهم بايفنتات انتم كنتوا راعيين لها وكنتم محاضرين لها. رح نرجع نحكي بعدين مطولا عن اكسبو ميلان 2015، انا بدي هنيكم على المشاركه فيه، ما رح فوت بتفاصيله هلا لانه رح نخصص وقت خاص له وحلقه خاصه لحتى نحكي عن هالموضوع. نعم. انما انا بدي اوجه تحيه لكل طاقم العمل ان كان بايس او بامارين او حتى لك ناتالي على راس الاكيب كله، شكرا، لانه يعني بعرف قد في مجهود، قد في تعب، قد في توكي ووكس دائما عم يحكوا على الارض وعم بيصير في ركض، فيعطيكم الف عافيه. ميرسي، وانا بدي اتشكرك كثير لاستقبالنا ببرنامجكم اليوم، ودائما بنحب ندعيكم تتجوا وتحضروا وتشاركوا معنا بالايفنمنت والفستيفلز والايفنمنت الكبيره اللي نحن بنعملها. نحن على كل حال نتشرف، اهلا وسهلا فيك، شكرا. شرفتينا. مدير عام قمرين وايس ناتالي رحال، يا هلا.